استاذ حسام. هو بداية أنا عايز أضيف حاجة على كلام سيادة اللواء، إن في قرار تشكيل لجنة الخمسين بينص على إن برضو لجنة الخمسين في إمكانها إنها تستفيد، يعني تستعين بناس خارج تشكيل اللجنة، خارج الخمسين، للاستشارة أو لإبداء النصح في مواقف، في مشاهد بعينها يعني. أنا طبعا زي بشاركك الرأي إن أنا حزنت لعدم وجود مثلا واحد زي الدكتور إبراهيم درويش، ده راجل حط تلت دساتير العالم، يحيى الجمل، الدكتور يحيى الجمل، محمد نور فرحات، الدكتور نور فرحات، المناضلة تهاني تهاني الجبالي. جبالي. فيعني أنا أتمنى وأتعشم إن أثناء عمل لجنة الخمسين اللي بدأت اجتماعاتها لتشكيل طبعا الرئيس والوكيلين، أتمنى إن هم يستعينوا بالشخصيات دي، لأن هي الشخصيات ديت يعني طبعا هي معظمهم باستثناء المستشارة تهاني الجبالي ناس تجاوزت في السن، يعني ربما يكون ده برضو كان سبب، سواء الدكتور ابراهيم درويش او الدكتور يحيى الجمل، ربما يعني كان لهم هم اعتبار، حطوا اعتبار ارهاق الناس ديت وكده. تمام. فانا اتمنى ان مع بدايه جدول عمل لجنه الخمسين انها تستعين بالخبرات دي طبعا. تاني حاجه عايز اقول عليها برضو، اننا لو وقفنا على كل حاجه عايزين 100% مش هنوصل لحاجه. يعني انا سمعت طبعا المطالبات ان المرأة مش ممثلة بالشكل الكافي، ومعانا خبر برضو الشباب ممكن ينزل معانا ان ممثل العمال بلجنة الخمسين فلاحين بيقول لن نقبل الغاء نسبة الخمسين في في المية عمال عمال وفلاحين، وفلاحين، لان في كلام عن الغاء هذه النسبة من عدمها. حضرتك شايف اولا نسبة العمال والفلاحين، احنا كنا بنشوف ناس نازلة فلاحين وهم مش فلاحين ورجال خالص. اعمال اصلا، فهي مش مهم نص المادة وجود 50% عمال وفلاحين ولا لا، بس المهم هم يمثلوا بالفعل العمال الفلاحين. بالظبط كده، هو ده اللي احنا بنقول عليه، ان لجنه الخمسين مفروض تتناوله بدقه شديده، لان زي ما انت قلتي تسللنا عبر المجالس اللي فاتت ناس رجال اعمال كبار جدا وناس ليس لهم اي علاقه بالعمال والفلاحين تحت مظله عمال وفلاحين. احنا نتمنى في مواد الدستور اللي جاي انها ما تكونش منفذ او يتم التحايل عليها باي شكل من الاشكال، لان دلوقتي المواطن بقى عنده وعي شديد جدا. انت لسه بتقولي ان مواطنه اتصلت عشان شكت ان الفرح، يعني تقريبا ما حدش يفكر كده خالص. فاحنا بقى عندنا نسبه وعي، المواطن مش هيقبل ان هو يضحك عليه او حقه يتاخد بشكل او باخر. فانا لازم تقنن الماده، لازم تحدد، لانه مثلا يقول لك ان صاحب العمل، صاحب الورشه ده مش عامل، او سوري عامل. طب ازاي يعني ممكن راجل مالتي ملياردير وعندي شركات؟ فيعني عايز شرح لي شرح كلمه تفصيلي عمال وتفصيل شرح تفصيلي العمال والفلاحين. آه